الو، سعاده الباشا المتوج. قالوا لي انك عايزني في امر مهم يا حمو. ما نتحرمش من سعادتك، احنا نطول دقيقتين من وقتك وعلى الميزان. دقيقتين بس يا حمو، انا ما عنديش وقت. احنا نطول سعاده الباشا، ده فضل وعدل. مستنيك، مسافه السكه تكون عندي. اوامر سعاده الباشا، اقل من نص ساعه اكون عندك. اتفضل سعادتك، اتفضل. في امان الله، في امان الله. وصل. بقول لك ايه، افرجي بوزك ده كده وشخلعي كده وروح رش شويه ريحه. والمصحف الشريف اني ايدين له صوابع العشره شمعه. وفيها ايه؟ ما هو جوزك وابو عيالك، انت ايدها لحد غريب يعني. مش القصد، بس يعني انت هتقعدي تبسبسيلي زي القطه. يلا روحي اعملي اللي قلت لك عليه. حاضر، بس يرجع لي ورده، دي ايدي ورجلي في البيت وانت عارفه ده كويس. صدقي هتشليني ورده، مين اللي يرجعها لك؟ عشان ما يرجع لك هو الاول. امشي انكشحي من قدامي. يلا ده جه. يلا. اما روح اما حبيبي، منوره مطرحك يا ماما. تعيش يا حبيبي. تعالى بس، رايح فين؟ تعالى تعالى، عايزاك. عندي مصلحه اخلصها على السخان وارجع دغري. لا لا لا، تخلص ايه بس؟ واللي انا جبتها وقاعده مستنياك جوه دي يا حمو. طب ما تستنى، عاملاها ايه يعني؟ يا لهوي، لا يا حبيبي ما ينفعش. ما انت مطلقها ولازم ترجعها، وهي بقى لسه في عدتها. يعني انت لازما يعني تقعد معاها الليله دي يا حمو، عشان يا ابني ما هو ما ينفعش. وانا اللي هفهمك. اما انت قلت لي رجع بنت اختي، وانا رجعتها، اعمل ايه تاني؟ تعمل ايه يا لهوي؟ لا، ما هي ترجع بس ما هو بالاصول برضو يا حمو. يعني هي دي الاصول اللي عندي، عاجبها على كده تقعد، مش عاجبها الباب اهو يفوت جمل، ما فوتش جمل يفوت جاموسه. بعد اذنك. حاول ايه؟ ربنا يهدي ويقعد. الحمد لله على السلامة يا قلبي. الله لا يسلمك ولا يكسبك ولا يربحك. طلعي الجاكيت البني قبل ما تص وشي بشوية مية. بيتيت. الله، فين الجاكيت؟ مالك يا وليه مستمره كده؟ ليه هاتي الجاكيت؟ حاضر حاضر يا اخويا، هجيبهولك حالا. شكلك كده مش هيعمر معايا. مالك يا وليه بتبصيلي كده ليه؟ بص على قدك يا حيلة امي. واحد غيري كان ناشف بعد اللي عملتيه. غمي.